لمئات السنين تغزل شعراء سقطرى بالفاتنة النائمة في التقاء بحر العرب بالمحيط الهندي، أفردوا لها الكلمات وتفننوا بالمعاني وتغنوا بكل تفاصيلها ذهابا وإيابا بعد شروق الشمس وقبل الغروب. تغزلوا بكل ما تقع عليه الأعين وأرخوا كل تفاصيل مكانها وزمانها على شكل قصائد شعرية أهمها التنتيرة. شكل هذا الشعر إرثاً أدبياً تناقلته الأجيال حتى اليوم، ولكن مع مخاوف من أن يندثر هذا الشعر بموت الشعراء. ولهذا اجتهدت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في جعل الشعر السقطري أهم أعمدة مهرجان الشيخ زايد في جميع النسخ. اليوم نحن في ديوان الشيخ علي بن عيسى آل عفرار في مجلس تنمية سقطرى تحديداً، لنشهد تدشين مسابقة شاعر سقطرى والتي ستبدأ أحداثها في الحلقات القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيهات سعادة خلفان بن مبارك بن فاضل المزروعي مندوب مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في جزيرة سقطرى، تم انطلاق مسابقة شاعر سقطرى في مهرجان الشيخ زايد السادس، وبإذن الله اللجنة المكونة من نخبة شعراء سقطرى جلست مع الشعراء وتم تأهيل عدد 24 شاعر راح يكون إن شاء الله مشارك، وهناك أيضا ضيوف من الشعر السقطري. فنحن ننتظر الشعراء وننتظر من هو سيحمل بيرق شاعر سقطرى في عام 2022 في مهرجان الشيخ زايد. حياكم الله. ما أذهلنا وسيذهل كل مشاهد كم الشعراء الذين أتوا من أقصى المناطق ليشاركوا في المسابقة، ليحتضن ديوان آل عفرار عشرات من شعراء التنتيرو الذين أحبوا الشعر بكل حروفه، مما وضع اللجنة في حيرة حول كيفية استيعاب كل هذا العدد الكبير من الشعراء. هذه المسابقة مثل ما تقول فرصة للحفاظ على هذا الفن وظهوره في شاشات الإعلام، قناة الغد المشرق، مجموعة سقطرى الإعلامية. وحمد الله شفنا الموسم الماضي واللي قبله شهرة للشعراء اللي فازوا بالبيارق واللي شاركوا في المسابقة، وجمهور الشعر داخل وخارج سقطرة ينتظر الفرصة وينتظر الوقت أن يشارك. وصراحة نحن نقدر اللجنة اللي عليها عبء كبير، المسابقة ما تتحمل عدد يعني مثل ما تقول كبير جدا، المسابقة تتحمل نخبة في كل مسابقة، حتى في سباقات الهجن، حتى في أي مسابقة النخبة تشارك اللي تخضع للجنة ووفق شروط اللجنة تدخل. لكن نحن تقديرا لكم واحتراما يبقى بيننا مودة، ما نخليكم مثل ما تقول على طرف ونحن في طرف، كلنا في مركب واحد. اي نعم، وان شاء الله نشوف حل، لازم نشوف حل مشان تكون الامور طيبه ان شاء الله. بعد مشاورات عده تم اعتماد الاليه التي ستسير عليها اللجنه لقبول المشتركين، ونحن التقينا احد شعراء اللجنه الاخ عبد الله بطمهي لسؤاله حول بعض تفاصيل المسابقه والاليه التي ستنظم سيرها. طيب كلمنا عن مسابقه شاعر سقطرى هذه السنه.
مسابقة شعر سقطرى هذا السنة نحن اليوم اجتمعنا هنا وطلبوا منا أصحاب المهرجان عدد من المتسابقين 12 شاعر يقسمون هذا 12 شاعر على 4 فرق. لكل فرقة تجلس معها لجنة التحكيم بأول يوم فرقة الأولة وتأخذ القصائد حق المتسابقين في مكان المهرجان في مكان مخصص يعني خارج الجمهور وتسجل القصائد تستمع. ثم أنا انتقل إلى الخيمة المسابقة المباشر والتصوير وإمام الجمهور والجميع. بعد ما نستمع إلى قصائد هذا الشعراء المتسابقين الفرسان نأخذ نحن لجنة التحكيم هذه القصائد ونجلس عليها ونحلل من هو الأقوى اللي يتأهل من هذه الفرقة. ثم تقرر لجنة التحكيم من هو الشاعر اللي يتأهل ومن اللي حاصل على تأهيل من هذه الفرقة الأولى. ثم نختار هذا الشاعر ونعلم إمام الجمهور إن الشاعر فلان متأهل من فرقة الأولى. ثم يوم الثاني نجلس مع فرقة الثانية هم 3 فرق 12 شاعر وبنفس نفس الآلية اللي نجلس عليها. ثم نخلص هذاك الفرق الثلاثة نأهل من هذا الفرق 3 شعراء لكل واحد متأهل من فرقته. رابع يوم نجلس معهم للتصفير النهائي من هو الشاعر اللي حاصل على بيرق في هذا المهرجان في هذا العام ونجلس معهم نفس الآلية الأولى نفرز منه الأقوى من المتأهلين حتى نعلن بالشاعر الفائز وحامل البيرق لهذا العام أنه يكون هو فلان بن فلان حائز على المركز الأول. عبد الله المهري أحد منظمي المهرجان ومهندس مسابقة شاعر سقطرى يحدثنا في الإفادة التالية حول النسخة 6 من المسابقة وما الذي اختلف وما هي التوقعات للنسخ القادمة من المهرجان. بالنسبة للمفاجآت طبعا الشعر السقطري يعتبر من أقدم الأشعار على مستوى العالم لأنه ينتمي إلى اللغة الحميرية وهي لغة عربية قديمة عريقة اندثرت ولا زالت في سقطرة وهذه تعتبر مفاجأة للثقافة وللتراث العالمي أيضا كمسابقة شعر من هذا النمط الغريب عجيب حقيقة أنا أسميه. هل بيكون متوفر مترجم أثناء القصائد عشان الجمهور اللي مثلنا مثلا أو اللي يشاهدوا قناة الغد المشرق الآن مش فاهمين اللغة هل بيكون في ترجمة لهذه القصائد؟ وهو حقيقة دائما في جزيرة سقطرة ما في مترجم لأن الجزيرة تتكلم هذه اللغة القديمة لكن إن شاء الله نحن بنوفر لكم مترجم بيكون موجود يترجم لكم ويترجم لضيوف المسابقة. تعرف المسابقة يتوافد لها ضيوف من عدة أماكن حقيقة بعيدة. كيف قستم إقبال الشعراء على المسابقة أو على نسخة هذه السنة من المسابقة؟ حقيقة الإقبال كبير وفوق المتوقع يعني ما توقعنا هذا العدد ما شاء الله عدد كبير جدا. نحن محتاجين في المسابقة تقريبا 24 شاعر اللي موجود عندنا 60 تقريبا والكل وده يشارك وده لكن الحمد لله مؤسسة خليفة وتوجيهات سعادة خلفان المزروعي بأن نحتوي أكبر عدد وإن شاء الله ما بنقصر وياهم. هل في نية الاستمرار المسابقة بجميع نسخ مهرجان الشيخ زايد القادمة إن شاء الله في قادم السنوات؟ الحقيقة مسابقة شاعر سقطرى تعتبر عمود فقري لمهرجان الشيخ زايد بتكون أكيد موجودة بإذن الله. الأيام القادمة ستكون مليئة بالفن مليئة بأدب الكلمات مليئة بالحضارة والتاريخ. سنكون معكم في تغطية حصرية لكل فعاليات مسابقة الشعر حتى معرفة اسم حامل البيرق الفائز بالجائزة الكبرى والمستحق بحق للقب شاعر سقطرى. متابعينا الكرام نجدد اللقاء معاكم من استاد ربدان الرياضي الثقافي لمتابعة بطولة الشيخ زايد لكرة القدم. مباراة اليوم بين نادي المينا ونادي الأخوين. نادي المينا يلعب خلفي باللون الأزرق ونادي الأخوين باللون الأسود. خلونا نتابع معاكم المباراة ونشوف من الفريق الفائز. لا إله إلا الله
منذ بداية البطولة وطول مباريات فريق المينا ورابطة مشجعيه تصدح بالأهازيج الحماسية التي تشعل المدرجات، ولكن في هذه المباراة مع ضمان فريق المينا التأهل إلى دور الثمانية حضر الميناء وغابت جماهيره رأفة ورحمة بفريق الأخوين المودع للبطولة من أول أدواره. المباراة التي جمعت بين الفريقين كانت قاحلة الأهداف، لم يتمكن أي من الفريقين من هز شباك الآخر. ربما يأس من الأخوين أو رأفة من ميناء سقطرة بالفريق القادم من دكس، مفاجأة البطولة في بدايتها وفي دراما الخروج كذلك. فريق الأخوين بداية البطولة فاجأ الجميع، أول مباراة 4 أهداف، كلنا توقعنا أن هذا الفريق أقل شيء ممكن يوصله نص النهائي. أنك تلعب اليوم آخر مباراة لك وتخرج من دور المجموعات بشكل مبكر شيء غريب، كيف تفسره؟ فسرها صراحة كنا جاهزين وعلى أمل أن نتأهل للدور الثمانية، ولكن كرة حال كرة القدم مرة فوز ومرة خسارة، والأسباب أن يعني أغلب اللعيبة غير متواجدين في مباراتنا اليوم. بس خروج نادي الأخوين ما تم من هذه المباراة، هو فريق الأخوين هو خارج تقريبا من المباراة الماضية، إيش الأسباب؟ فريق الأخوين فريق مرشح دائما، فكرة أنك تخرج من الدور الأول هاي صعبة، كيف تفسرها بما أنك أنت مدرب الفريق؟ صراحة كنا نأمل أن أمام الأخوين نطلب التعادل، يعني لو تعادلنا الأخوين على أمل أن نفوز اليوم، لكن أمام فريق الأهلي صراحة يعني ظروف، يعني صادف أغلب اللاعبين غير متواجدين، حتى أنا بنفسي مش متواجد لظروف خاصة يعني وعمل وظروف دنيوية ومش متواجد، وأغلب اللاعبين أكثر مش متواجدين. هذه النقطة الأهم اللي خلتنا نخسر أمام الأهلي، ولا أمام الأهلي أضعف يعني أضعف مننا وأضعف من فريق المينا اللي عادلنا اليوم. فريق بداية البطولة كان مرشح للفوز وفريق من أقوى الفرق في البطولة، بس اليوم نتفاجأ أن فريق الأخوين غادر البطولة رسميا، إيش الأسباب؟ ماشي حظ، ما زعلنا عن الحظ، نحن لعبنا وجهدنا وتدربنا ومارسنا الرياضة واصل، بس ما زعل الحظ كرم ما حد يحكمها. ومع نهاية مشوار الأخوين بدأ الفصل الأصعب في مشوار فريق المينا. أجرينا هذا اللقاء مع مدرب فريق المينا لمعرفة استعدادات الفريق لفصل البطولة القادم. فريق تقريبا طالع بالعلامة الكاملة من دور المجموعات، 3 مباريات فوز وآخر مباراة تعادل، وضامنين التأهل من المباراة الماضية. إيه سر التفوق على، يعني مش تفوق، أو سر أفضلية فريق المينا على الفرق الأخرى؟ والله يعني المجهود للشباب يتدربوا ويعني يجاهدوا بنفوسهم وده ويتعبوا وحصلوا مجهود من خلال هذه التدريبات. تمام، أنتوا الحين مقبلين على دور صعب، دور راح تواجهون فيه أفضل الفرق. أنت كمدرب المينا هل شايف أن فريق قادر ينافس الفرق الأخرى؟ إن شاء الله قادر، وإن شاء الله نحقق البطولة بإذن الله. طيب، وهل تتوقع أن لعيبتك جاهزين لكمية الضغط اللي راح تصير في الدور القادم؟ لأني أنا بصراحة شخصيا شفت بعض من لاعبي المينا اليوم احتجاجاتهم على حكم المباراة يعني أقدر أقول أكثر من لعبهم، وخاصة في الشوط الأول. هذا يعني مش المباريات هذه دائما كان أصحاب المينا هكذا يحتجوا على الحكم، إلا الضغط هذه السنة يعني ضغطنا عليهم إنه لا يكلموا الحكم ولا يتناقشوا مع الحكم ولا يسبوا الحكم ولا حاجة، ولا هم واصل معهم أي دوري دائما مشاكل معهم بالحكام. طيب أنت شايف فريقك وين واصل؟ لأي مرحلة تحس أن فريق المينا راح يوصل؟ إن شاء الله نحن حققنا الدور اللي راح الرابع، إن شاء الله هذه المرة الأول بإذن الله. صافرة اليوم أعلنت توديع الأخوين لبطولة الشيخ زايد لكرة القدم في نسختها 6 وبداية مشوار أصعب أمام ميناء سقطرة. موج موج بحر مينا في الملعب، موج موج بحر مينا في الملعب، لا إله إلا الله مينا وبحون الله. لا 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 لا. كثيرة هي العطاءات التي قدمتها مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في أرخبيل سقطرة، ولكن من تلك الجهود التي تستحق النقش بماء الذهب هو ما قدمته المؤسسة في سبيل تطوير مطار سقطرة الدولي. هذا المطار
الذي يشكل المنفذ الأول والأهم لسقطرى من وإلى العالم، إلى جانب الميناء الذي تتوقف حركته طوال شهور الخريف في كل عام. ولكن كيف كان مطار سقطرى قبل أن يصبح بحالته الآن؟ مطار سقطرى بعد الإعصارين تشابال وميق حصل المطار تدمير شامل. بعد الإعصار هذا تدمر كل شيء، مثلا الأجهزة الملاحية راح بشكل عام، في الإطفاء راح كله بسبب الإعصار، الأبواب بشكل عام المطار كامل تدمر كامل، الزجاج كامل، حتى ما استطعنا نواكب عن لما تكون عندنا رحلات، ما استطعنا ندير المطار بحكم المطار خارج الجاهزية. فأتوا الأخوة الأشقاء من مسجد خليفة، أتوا بفريق هندسي إلى المطار وعملوا تصاميم كامل المطار، من ثم عملوا قبل مقاول وصمموا التصميم المطار، عادوا تأهيله من جديد، مما عادوا إلى عملوا الـ VIP وقسموا المطار إلى صالة الوصول والمغادرة وبرضه تشيكاب على الأجهزة الأمنية. وتم يعني رفض المطار بكل الأجهزة مثل الأجهزة الأمنية وغيرها. وكان المطار مش بهذا الشكل، يعني المطار تم تقسيمه من جديد، تقسيمه بشكل منظم، ساعد على العمل في الإجراءات الأمنية بشكل منظم ومدقق الآن في هذا الحال. نحن سهل عنا الإجراءات الآن، يعني أعمل بسلاسة وبشكل منتظم. من أول كان الناس تأتي داخل الصالة اللي كان البراك كان فيها صالة عامة، يدخل الناس بشكل كبير ويتخالط في بعض مع المسافرين، وكان عندنا إجراءات يعني بشكل دائما وقع مشاكل فيها في السنوات السابقة. الحمد لله الأمور منظمة وشبه الآن معزول المسافر عن المواطن، معزول الجمهور عن المسافر بشكل كبير الآن، صارت مقسمة بشكل منظم، بحيث ما حد عاد يستطيع حتى ترى بعين المقرضة. كان المطار مفتوح، يعني كان مربوط إلى صالة الغارقية، كان مفتوح تشاهد المسافر والواصل، الآن كل شيء معزول بشكل كبير، أسوة بالمطارات اللي عزاف إنها مطارات، أنت ما ترى أول ما يدخل المسافر للداخل ما عاد ترى. الحمد لله أمور بصراحة منظمة بشكل كبير، نشكرهم صراحة، والأمور يعني في تطور مستمر. البرج طبعا الأجهزة كامل راحت كامل، فالأخوة في المسجد خليفة رفضوا البرج بأجهزة حديثة جدا، يعني أجهزة متطورة حتى مش موجود في مطارات أخرى مثل في مطارات المناطق المحررة. برضو عملوا في عندنا ريكوردنج حق الأجهزة الطيران، برضو عادوا جديد كله بما يعني بمبالغ باهظة جدا نتكلف، حتى نحن في الهيئة الطيران ما نقدر نجيب مثل هذه الأجهزة غالية الثمن. أول كان عندنا صالتين كبيرتين، صالة المغادرة وصالة الوصول كبيرة. بعد تدمر الإعصار تدمر كل شيء، وهم جابوا المهندس وعملوا إعادة تهيئة الاتصالات، مما استفادنا من صالة المغادرة، استفادنا منها من المكاتب، وبرضه رفضوا الكافتيريا وعملوا استعداد كافتيريا، وعملوا بوابة ثنتين، كان عندنا بوابة المغادرة واحدة، الآن عندنا بوابتين المغادرة، وفي طيران ضغط على الطائرة ممكن تخرج من بوابين اثنين. وبرضه صالة الوصول عملوا فيها أول ما يجي المسافر في تشيك أب هناك الجوازات، ما تدخل في صالة لحق العفش وغرفة خاصة تدخل فيها العفش ويخرج منها حتى يستقبل المسافر امتعته بكل أريحية. وبرضه عمل أضافة الرافعة للمرضى، كان نعاني أول لما يكون عندك مريض تقبله بالإسعاف فحالته تعبانة تتعب فيه لما ترفع للطائرة، يكون عايق جدا علينا. الآن أصبحت وسيلة سهلة جدا، وجزاهم الله خير جاب الرافعة تكون سهلة جدا إلى الطائرة حتى يكون المريض يدخل الطائرة بكل أريحية حتى لا يتعب المريض. عطاء لا محدود قدمته مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية أجل مطار دولي يليق بالفاتنة سقطرى، في سبيل التطوير والتنمية التي وضعتها المؤسسة هدفا أولا ووحيدا وإليه تسير بخطوات واثقة. لا